تحية طيبة لكم أينما كنتم. أوجه الازدهار والتنمية واضحة في التراب المغربي وكذلك بالأقاليم الجنوبية للمملكة. تتواصل الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية تحت قيادة ملكية استشرافية متبصرة. تبوأت الجهة بسرعة مكانتها من بين جهات المملكة الأكثر تجهيزا. اليوم ميناء الدخل الأطلسي مشروع استراتيجي ودعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة. البرنامج الصناعي فوس بكرة على العيون والطريق السريع تزنية الدخل لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف مناطق المملكة. وترسيخا للدور التاريخي المتمثل في كون الصحراء المغربية صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي، يأتي مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الضخم بين المغرب نيجيريا. ومن بوابة الصحراء المغربية دائما وبنظرة استراتيجية تنموية، يضع المغرب بنياته التحتية وخبراته وتجاربه من قاعدة الأقاليم الجنوبية مرة أخرى من خلال المبادرة الأطلسية، المشروع الذي تقدم به جلالة الملك محمد السادس العام الماضي إيمانا بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصاد الجهة وفي المنطقة ككلها. ملامح هذه النهضة التنموية وأبعادها ودورها في إشعاع المملكة إقليميا ودوليا نناقشها اليوم مع ضيفينا الأستاذ محمد ماء العينين، سفير سابق بعدة دول. أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا، شكرا سيدة. أهلا وسهلا، وأرحب أيضا بالمحلل الاقتصادي أستاذ خالد الشيبان. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا وشكرا على استضافتك. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ ماء العينين. إذن نهضة تنموية كبيرة تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، أعطتها زخما إقليميا ودوليا وأهلها اليوم لأن تصبح قطبا اقتصاديا ومنصة صناعية تجلب كبار المستثمرين وكبار الشركات طبعا الدولية. فعلا من يتذكر كيف كانت الصحراء عندما استلمناها وكيف أصبحت الصحراء اليوم سيتفاجأ، بل أكثر من مفاجأة، لأنني أنا أتذكر، أنا ابن الصحراء وأعرفها كيف كانت وأعرف كيف أصبحت، وزرتها في وقت دقيق مباشرة بضعة أيام قبل المسيرة الخضراء. وبعد المسيرة استلمنا الصحراء في 28 فبراير 76. من 76 إلى اليوم الصحراء لم تكن فيها مدارس، كانت فيها مدرسة واحدة، لم تكن فيها طرق، أما البنية التحتية معدومة. اليوم الصحراء أصبحت في مصاف، يعني منطقة الصحراء بصفة عامة، يعني التي استرجعناها وحتى المحاذية لها، أصبحت في مصاف عدة عواصم في عدة دول أخرى. فالتنمية التي عرفتها الصحراء بالخصوص بعد الزيارة الملكية سنة 2016 التي أعطى صاحب الجلالة تعليماته لضخ استثمارات كبرى وخصص لها ما يقارب 8 مليار دولار للتجهيزات الأساسية في هذه الصحراء. أصبحت الصحراء تتوفر على 3 مطارات، تتوفر على 4 موانئ، تتوفر على شبكة من الطرق مهمة جدا. أما المدن، البنيات التحتية للمدينة سواء العيون سواء الداخلة سواء بوجدور كانت فقط مجرد الإنارة للبواخر لكي تبين لها أنها اقتربت من الشاطئ. أصبحت مدينة كبرى فيها كل ما تحتاجه المدينة، ناهيك عن أنه في العيون الآن أصبحت هناك كلية الطب، هناك مدارس عليا مهمة جدا، لأنه التنمية البشرية مهمة كذلك، ليست فقط تنمية بالتجهيزات بل ما يحس به المواطن. أصبحت المدارس متوفرة، عدة ثانويات في المنطقة، يعني شيء ضخم جدا جدا جدا. فيعني حقيقة للمغرب أن يفخر بما أنتج، بما قيم به، ما تم يعني إنجازه في الصحراء، سواء على المستوى البشري سواء على المستوى المادي. فهذه ما يعني مشاريع، يعني استراتيجية، مشاريع نتحدث مثلا عن منطقة صحراوية التي المفروض أنها تكون قاحلة، فيها الآن مشاريع فلاحية فيها بعض المواد لتصدر من الصحراء إلى دول أخرى في أوروبا، ناهيك عن الصيد البحري، ناهيك عن المعادن إن شاء الله التي إن شاء الله سيبدأ الإنتاج ديالها. فحقيقة التنمية التي يعني تعرفها الأقاليم الصحراوية هي مشرفة جدا 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 للمغرب ومخجلة للأعداء.
صحيح، تنمية وتطور تنموي كبير يشمل مجموعة من المشاريع الاستراتيجية. أستاذ خالد عشبان، هذه التنمية لا تمر مر الكرام طبعا، يواكبها زخم إقليمي ودولي على جميع المستويات. أكيد، يعني كما جاء في مداخلتك ومداخلة ضيفكم الكريم، منذ يعني إطلاق النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الصحراوية كان هناك مجهود استثماري عمومي كبير من طرف الدولة، لا يمكن لأحد أن ينكره، والمبلغ المالي المخصص لهذه المشاريع هو كبير جدا، نتحدث على 85 مليار درهم، وهو غلاف مالي يعني ليس لا يمكن الاستهانة به، يعني غلاف مالي كبير جدا ستستفد منه هذه المناطق اللي عندها خصوصية. عندما نتحدث بالمنطق الاقتصادي نتحدث عن ثلاث جهات يعني كبيرة، المساحة ديالها بالنسبة للتراب الوطني هي مساحة كبيرة جدا، ولكن الكثافة السكانية ديالها ليست كباقي الجهات، فيها كثافة سكانية ماشي كبيرة بزاف، وبالتالي تنمية هذه المناطق تكون بسلاسة أكثر من باقي المناطق، لأنه كنعرفوا أنه من تكون عدد سكان كبير كيكونوا مشاكل اكبر. فاحنا كنتحدثوا على منطقه اللي ما فيهاش كثافه سكانيه كبيره، واللي الناتج الداخلي المتاح للفرد الواحد هو من اعلى المستويات على الصعيد الوطني، وهذا الشيء كيبين ان هناك فرص كبيره في هذه الجهات. فهذه المشاريع الكبرى الكبيره هي مشاريع مهيكله، كنتحدثوا على مشاريع ما تنتحدثوش على اموال كتعطل الناس مباشره، او يعني اشياء ستبقى في الارض، ماشي اشياء اللي يمكن خطوات نديروها وما نحسوش بها او كدوز مع مرور الوقت، لا، دابا كنتحدثوا على مشاريع مهيكله، كنتحدثوا على توسيع الطرق، كنتحدثوا على طريق سريع تيزنيت دخله مشروع كبير، تنتحدثوا على كيف ما قال الاستاذ، تنتحدثوا على بنيه تحتيه سواء الاقتصاديه او الاجتماعيه، كنتحدثوا على مشاريع في مجال التعليم العالي، في مجال التكوين المهني، تنتحدثوا على مشاريع اللي كتجعل من هذه الجهات جهات يمكن لها تستقطب الاستثمارات كباقي الجهات ديال المغرب. اليوم جهات الصحراء يتم التهيئ ديالها، يتم إمدادها بجميع البنية التحتية اللازمة باش تكون هي المصب ديال استثمارات كبيرة من مختلف دول العالم، وهناك مجموعة من القطاعات الواعدة في هذه المنطقة. نحن نتحدث على ثلاث جهات عندها واحد الخصوصية أنها متنوعة اقتصاديا، سياحيا كاين مؤهلات كبيرة، الطاقات المتجددة كاين مؤهلات كبيرة، كاين فين يمكن لينا نديروا مناطق تسريع صناعي اللي تساهم في الاقتصاد الوطني على مستوى البنيه التحتيه. نتحدث على الميناء ديال الدخل المتوسط ومشروع ضخم، وشفنا كيفاش حنا كبلد قدرنا ننجحوا في ميناء طنجه المتوسط، اليوم كنعاودوا التجربه على مستوى الدخل، وغادي هذاك الميناء غادي يعطي واحد الدفعه كبيره اقتصاديه بالنسبه للمنطقه، لان كنعرفوا بان الحركيه الاقتصاديه كتلزمها ضروري بنيه تحتيه، إلا ما وجدناش البنية التحتية وأهلناها الطرق الموانئ السكك الحديدية المطارات المناطق التسريع الصناعي، هذه البنية التحتية هي المفتاح للتنمية ديال هذه الجهات. واليوم حنا كنشوفوها على الأرض وكنشوفوا بالملموس، ما بقيناش كنهضروا فقط على مشاريع، اليوم كنشوفوا بالملموس مشاريع في الثلاث الجهات ديال الصحراء المغربية اللي كتستافد منها الساكنة ديال هذه المناطق، واللي غتجعل منها جهات تساهم في النمو الاقتصادي ديال البلد مثل باقي الجهات. كيف ما ديما كنقولوا، الا كانت اليوم طنجه معروفه بصناعه السيارات ومراكش بالسياحه، فمستقبلا غادي يمكن لنا ان نربطوا اسم الجهات ديال الصحراء بانشطه اقتصاديه معينه اللي غتولي هي الطابع ديال هذيك الجهات، وغتولي تساهم مثلها مثل باقي الجهات في النمو ديال الاقتصاد المغربي، في الناتج الداخلي الخام المغربي، واللي كتستقطب الكفاءات من جميع مناطق المغرب، لأنها ستخلق فرص الشغل، وغادي تعرف واحد الدينامية كبيرة كيف ما جا في السؤال ديالكم، ماشي غير على مستوى مناطق الصحراء ولكن إقليميا كذلك. كاين هناك يعني كيف ما جا في المقدمة المشروع ديال الأطلسي، غادي يكون
واحد الدعامة للتنمية ماشي فقط في المغرب أو في المنطقة الصحراوية ديالنا، ولكن على مستوى جميع الدول المجاورة اللي في المنطقة المغرب. نعم، سنتحدث عن المبادرة الأطلسية، ولكن قبل ذلك أستاذ محمد، ماء العينين دائما من ضمن المشاريع التنموية الرائدة في الجهة، إلى جانب طنجة، ميناء طنجة المتوسط، ميناء الدخلة الأطلسي اليوم الذي أخذ زخما كبيرا وأخذ حيزا حتى على وسائل الإعلام الأجنبية، هذه الواجهة البحرية كيف ستمكن من تحقيق تكامل اقتصادي وإشعاع دائما الجنوب المغربي؟ هذا الميناء يجب أن نضعه في إطار التجارة العالمية. من المعلوم أن التجارة العالمية أكثر من 95% منها كله عبر الموانئ في العالم، كل التبادل الاقتصادي الدولي في المواد ما بين الدول تتم عبر الموانئ، والمكان الموجود فيه ميناء الدخل المتوسطي هو موقع استراتيجي كبير جدا، لأنه مفتوح على كل الأمريكتين مباشرة عبر المتوسط، ومفتوح على إفريقيا، وليس هو بالبعيد عن أوروبا. فأوروبا إذا أرادت أن تبلغ موادها كلها إنتاجاتها إلى إفريقيا، أقرب ميناء لها بمستوى كبير هو ميناء الدخلة، وبالتالي فهو بوابة لوصول كل المواد الأساسية التي تنتج في أمريكا، في كندا، في أمريكا اللاتينية، البرازيل وغيره، وفي أوروبا ميناء الدخلة بوابة إلى الباقي من إفريقيا، لأنها ليست فيها موانئ من هذا الحجم. والطريق الذي أنجز ما بين تيزنيت والداخلة مفتوح كذلك عبر القرقارات على إفريقيا، وبيننا وبين موريتانيا صداقة مهمة جدا، ولا شك أن موريتانيا ستكون يعني طريق سليم إلى موريتانيا في نفسها في حد ذاتها، وإلى الدول المجاورة التي ليس عليها انفتاح للبحر، مثل مالي، مثل بوركينا فاسو، مثل النيجر وتشاد. فهذا الميناء هو ميناء رافد إلى هذه الدول بجميع المواد، المواد المغربية من جهة، ولكن المواد بالخصوص التي يمكن أن تستجلبها هذه الدول من الخارج، وبالتالي أطماع المستثمرين كبيرة جدا في ميناء الداخل. المستثمرون الدوليون، الاستثمارات المباشرة الأجنبية لعابها يسيل على ميناء الداخلة ومنطقة الداخلة بصفة عامة والصحراء المغربية، وهذا كذلك مما يبين للعالم أن المغرب يمارس سيادته سيادة كاملة على هذه المنطقة، ومتفتح للعالم وانفتاح كامل لكي يحس سكان المنطقة ويحس الأجانب ويحس الأعداء على أن المغرب يعني يقوم بمجهود جبار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة. ونحن الآن مقبلون على يوم مهم جدا، اللي هو يوم غد، الذي يعني العالم يعرف ما قام به الشعب المغربي لاستعادة هذه المنطقة، والذي استعادها من أجل تنميتها لفائدة سكانها ولإفادة المغرب بصفة عامة. أكيد هذه المكاسب والإنجازات التي حققتها الأقاليم الجنوبية للمملكة، طبعا كما أشار أستاذ ماء العينين، ساهمت اليوم في الإقبال الكبير للشركات الدولية والعالمية على هذه الأقاليم الجنوبية لاكتشاف الفرص الاستثمارية بهذه المنطقة. دائما فيما يتعلق بهذه المكاسب، كيف تتعزز اليوم من خلال كل هذه المؤهلات التي تتوفر عليها الجهة؟ وهو كما قلنا يعني المفتاح ديال تنمية أي منطقة هو إمدادها بالبنى التحتية اللازمة باش تجعل منها فرصة، باش لأن المستثمر يبحث عن الفرصة، رأس المال جبان بطبعه. بالتالي اليوم عندما ننجز ميناء في الحجم ديال ميناء الدخل المتوسطي، ننجز طرق سريعة، هذه البنية التحتية كاملة، المطارات، العامل البشري كذلك نؤهله، كاين بنية تحتية تنجز على مستوى التعليم العالي، مستوى التكوين المهني، يعني كنخلقوا جميع الظروف اللي تجعل المستثمرين يشوفوا أنه كاينه فرصة يمكن لهم يستفدوا منها. بالتالي هنا كيبدأ الإقبال وكيبدأ التنافس من طرف جميع المستثمرين في العالم. اليوم المغرب يحاول أن ينوع الشراكات دياله،
من خلال احنا كنشوفوا استثمارات صينيه، استثمارات فرنسيه، اسبانيه، انجليزيه، استراليا، متعدده الجنسيات. هذا شيء ايجابي. وبالتالي اليوم ما يتم انجازه على مستوى الصحراء تيقول لهاد المستثمرين بان اولا المغرب يعطي اهميه لهذه المناطق مثل جميع المناطق ديال التراب الوطني، واننا في بلدنا نهيئه، نستثمر فيه، كنعطيو المواطنين كاملين حقوقهم في تلك المناطق مثل جميع المناطق الاخرى، وبالتالي لا فرق بين الرباط والعيون وبين طنجة والقويرة. هذا من جهه. ثانيا كنقولوا للمستثمرين بان اليوم في مجال الطاقه المتجدده كاينه فرص يمكن لكم تجيو تستغلوها، وملي كيجي المستثمر الاول كيتبعوا المستثمر الثاني بطريقه تلقائيه. المستوى السياحي كاين مؤهلات كبيره، مناطق التسريع الصناعي التي تحاول الدولة أن تخلقها في هذه الجهات تستقطب المستثمرين، التحفيزات اللي كدير ضريبية جمركية، المنح التي تقدمها للمستثمرين اللي كيجيو تعزز الجاذبية ديال هذه المناطق كيف ما قلت، باش نجعلوا منها مناطق تساهم مثل باقي المناطق في الاقتصاد الوطني. صحيح اليوم هذه المناطق ما تتساهمش بشكل كبير، شيء عادي، لاننا اليوم نحن نؤهل هذه المناطق، ف المساهمه ديالها في الاقتصاد الوطني ما تتعداش على ما اظن 6 او 7% من الناتج الداخلي الخام، ولكن كما قلت مقارنه مع عدد السكان كيولي الناتج الداخلي المتاح للفرد الواحد كبير، هو الاعلى في على المستوى ديال الجهات ديال المغرب، وبالتالي كيبين ان هناك كاين فرص. بالتالي هذه العوامل كلها نزيدوها ماشي بالمجهود فقط اللي كيدار على مستوى هذه المناطق، المجهود اللي كيدار على مستوى المغرب ككل، كاين ميثاق الاستثمار، كاين مجهود كتقوم به الحكومه والسلطات لاستقطاب المستثمرين، هذا الشيء كامل كيجعل هذه المناطق هي واحد الملعب كيتنافسوا عليه المستثمرين اليوم باش يحطوا فيه الاستثمارات ديالهم، لاننا كنهضروا على البوابه ديال افريقيا، كنهضروا اليوم الى بغينا نهضروا في الميدان، اليوم المستثمر مضطر انه يدوز على طنجه المتوسطي، يهبط من طنجه باش يوصل المواد ديالو حتى المناطق الصحراء، والا كان غيمشي لافريقيا يكمل، فشوف المسافه اللي يمكن له يقطعها، ميناء كميناء الداخله كيسهل عليه المسافه، كيختصر عليه المسافه، كيهبط له الكلفه، وبالتالي هذه كامله اشياء اللي اليوم تتقوم بها الدوله المغربيه لتعزيز الجاذبيه ديال هذه المناطق من اجل جذب المستثمرين، والبوتنسيال كبير كبير جدا في هذه المناطق. كنهضروا على مجموعه من القطاعات اللي اليوم جميع المستثمرين ديال دول كثيره كيحاولوا انهم يحطوا اليد ديالهم فيها ويضمنوا مكان لهم مع باقي المستثمرين في تلك المناطق. نعم استاذ خالد اشيبان تحدث عن هذا التطور اللافت للمشاريع التنمويه التي تشهدها الاقاليم الجنوبيه للمملكه، وهذه المكتسبات ايضا الدبلوماسيه الكبيره طوت صفحات قديمه وفتحت الباب يعني على صفحات من النجاحات ومن الاختراقات. مجموعه من الدول اليوم تباعا تعترف بمغربية الصحراء وتنفض يعني صح تعبير أيديها من سم عمر لقرون. نعم صحيح. أولا الاعترافات التي قلت أنها تم سحبها، يعني أنا أعتبر أنه يعني ألغت كل ما كان يمكن أن يبقى في الأذهان من كون هذه المنطقة يعني للمغرب نزاع فيها مع غيره. المغرب استرجع بلاده، استرجع أرضه، واسترجعها بقوة الدبلوماسية والحنكة الملكية ومجهودات الدبلوماسية تحت القيادة السيد الجلالة. يعني إذا جينا للحقيقة، النزول من 86 دولة إلى 31 دولة أو 30 دولة اللي بقيت معترفة فقط، هو يعني كسب عظيم بالنسبة للمغرب. وإذا احتسبنا من هي هذه الدول التي لا زالت تعترف، سأقول مثلا كوريا الشمالية. ما هي ما هو وزن كوريا الشمالية في العالم؟ سأقول مثلا فنزويلا، ما هو وزنها في العالم؟ وهي العالم كله يعتبر أنها يعني دولة تحت ديكتاتورية مطلقة. لا، لم يبقى من الدول ذات أهمية شيء الذي يعترف بخصوم المغرب. وأنا لا أقول خصوم المغرب، احنا عندنا خصم واحد هو الجزائر، ما عندناش خصم ثاني. يعني المجموعة اللي هي موجودة فوق التراب الجزائري من أبناء الصحراء هي موجودة رغما عنها.
أنا كنت أتحدث مع بعض يعني الزملاء والإخوان، يعني أولا أغلبية اللي موجودين هناك الآن هم ولدوا على التراب على منطقة تيندوف أغلبيتهم، لأنه من 74 أو 75 إلى اليوم هذه 50 سنة، فهم يعني اللي عنده كله 50 سنة فما تحت هم ازدادوا ولدوا فوق التراب الجزائري ولا يعرفون شيئا عن المنطقة. نعم، الآن العالم يعرف، العالم يعرف ماذا الآن تعني هذه المنطقة تماما. الآن يعرف العالم على أنه الصحراء أرض مغربية بصفة كاملة، والسيادة تمارسوا عليها يعني برغبة من جميع المغاربة، برغبة من جميع المغاربة، وأن تأطير المواطنين هناك في الصحراء، أنا تحدثت في البداية عن الجانب الإنساني، الجانب التنمية البشرية مهمة جدا. كلية الطب فتحت في العيون قبل عدة عواصم لجهات أخرى، هذا اهتمام جلالة الملك واهتمام المغرب بهذه المنطقة، وبالتالي فالمغرب مرتاح، المغرب مرتاح وينمي بلاده تنمية مضبوطة مؤطرة، تأطير إيجابي قوي، ينظر إلى الأمام وإلى الأفق البعيد وينظر إلى إفريقيا. أستاذ الشبان، المغرب يقدم خطة للتنمية موجهة للنهوض بإفريقيا، لأول مرة قائد دولة إفريقية قدم مقترحا تنمويا بحزمة تتوجه إلى إفريقيا وتفكر في العمق الإفريقي من قاعدة الأقاليم الجنوبية للمملكة، المبادرة الأطلسية المغربية. هو أولا هذه المبادرة كتقول بأن المغرب لا يبحث عن علاقات ليكون هو مهيمن فيها ويتحكم فيها، المغرب يبحث عن شركاء بعلاقات ربح، لا يسعى إلى تنمية بلده فقط على حساب دول أخرى، بالعكس المغرب يمد يده ينمي أقاليمه الصحراوية ويمد يده إلى دول، إلى جيرانه، إلى دول الجوار، ويقول لهم أن كل هذا المجهود الذي نقوم به نحن في المناطق الصحراوية، هذا تأهيل البنية التحتية من الداخل المتوسط، نحن مستعدون أن نضعه رهن إشارة جيراننا وشركائنا في المنطقة لتعم الاستفادة ولتتنمى الدول الإفريقية والدول المجاورة بنفس القدر الذي نسعى به إلى تنمية بلادنا. بالتالي هذه إشارة مهمة أننا لسنا أنانيين في شراكتنا وفي علاقتنا، نحن لن نبحث عن الهيمنة، نحن نبحث عن شركاء نستفيد منهم ويستفيدون منا وتعم الفائدة على الجميع. وبالتالي مثل هذه المبادرات هي مبادرات تبعت على الثقة مع شركائنا الأفارقة، كتقول لهم بأن المغرب هو أولا شريك عنده مصداقية، شريك اليوم لا يرفع شعارات فقط، اليوم شريك ينمي مناطق الصحراوية، ويقول لجميع أنهم بإمكانهم الاستفادة من هذا المجهود، وبإمكان هذا المجهود أن يمتد إلى دولهم وأن يعم الخير على الجميع، على مواطنيهم وعلى مواطنينا بشكل لا تسده أي هيمنة. وبالتالي المغرب يبحث مع شركائه سواء الأفارقة أو غير الأفارقة على علاقات ربح، نستفيد منها جميعا. بالتالي هذه المبادرة مبادرة مهمة جدا، كما جاء في مداخلة سيمان العينين، هناك بعض الدول اللي ما عندهاش يعني الولوج إلى الواجهة الأطلسية، وبالتالي المبادرة المغربية اليوم تقول لهم بأن هذه المسألة ما خصهاش تكون كتشكل عقدة نقص لأي أحد، بالعكس يد المغرب ممدودة، بإمكانهم الاستفادة من هذا المجهود التنموي كامل بدون أي مشكل، وأنه إذا كان هناك تعاون، إذا كان هناك يعني واحد توافق على كل شيء، ما يمكن إلا أن تعم الاستفادة، وأن المغرب يبحث عن استقرار المنطقة، يبحث عن تنمية المنطقة، يبحث عن نمو في المنطقة باش يستفدوا الشباب الأفارقة من خيرات بلادهم دون أي هيمنة، وبأننا ما عندناش مشكل مع دول الجوار
احنا بالعكس يدنا ممدوده الى جيراننا بصدر رحب وما عندنا حتى شي عقده نقص في هذا الموضوع. اكيد عمليه البناء التنموي تقوم على الشراكه والتعاون جنوب جنوب. استاذ خالد الشيبان المحلل الاقتصادي شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. اشكر ايضا الاستاذ محمد ماء العينين سفير سابق بعده دول شكرا على حضورك. شكرا. على كل هذه المعلومات. واشكركم ايضا مشاهدينا وصلنا الى ختام هذا العدد. الى اللقاء.